شر الحق والإيمان، فتفقهوا في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم هداية السائل مع ضيفي الدائم سماحة العلامة السيد ظافر الفياض الأستاذ في حوزة كربلاء المقدسة. إذن نرحب به سوية. السلام عليكم سيدنا وأهلا وسهلا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. الله يحفظكم إن شاء الله. مشاهدينا الأحبة، للمشاركة في البرنامج يمكنكم الاتصال عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكل ما يطرح على طاولة البرنامج من مسائل فقهية هي مطابقة لفتاوى الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي أدام الله ظله. طبعا سيدنا، من الأسئلة التي وصلت إلى البرنامج، أحد الأخوة يسأل جنابكم، يقول أمي وصت قبل وفاتها أن الذي يستفاد من الورث هو ابنها الكبير فقط، فهل هذا يجوز؟ وهل هذا الشرط بالتحديد من الممكن أنه العائلة يكونون ملتزمين به أم لا؟ بلي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا بخصوص السؤال اللي تفضلتم بطرحه، وهو أن السائلة تقول باستطاعة أمي أن توصي أو تشرط مثلا، إذا كان مثلا تشرط شرط بوصيتها، تقول أن المال، كل هذا المال بعدي إلى ابني الكبير، في هذه الحالة هذا الشرط غير جائز. منع الورثة الباقين من الاستفادة من التركة، هذا الشرط غير جائز وغير مستساغ، فلا الورثة يطبقون مثل هكذا وصية ولا ملزمة لهم، بل الميراث بعد وفاة الأم يوزع بحسب الحصص المقررة في الميراث، ايش قد هم، ايش قد عدد الذكور، ايش قد عدد الإناث، هذا الإرث، هذه التركة توزع على الموجودين مثلا. من هم الموجودين؟ من هم ورثة هذه المرأة؟ يوزع عليهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. بلي، زين، هنا نقدر نسأل جنابكم أكثر من سؤال. السؤال الأول، ربما هذه الأم هي اللي بكبر سنها وآخر أيامها، اللي يهتم بها ابنها الأكبر، واللي داراها ابنها الأكبر، واللي يهتم بخصوص الأطباء والعلاجات كذلك هو هذا ابنها، فهي تريد ترد الجميل مال هذا ابنها، بقية عن مثلا بقية عن أخوته وأخواته، اللي مثل ما دائما احنا نسمع انه عافوا أمهم يم أحد الأخوة وبعد لا يسألون ولا يقولون شلونها أمنا أو شلونها أبونا، وبعدها آخر شيء وراء الثالث مالت الميت مالتهم للأم أو للأب يجون يريدون يأخذون الورث. فهنا صاحب الورث الأب أو الأم، صاحب هذه التركة بالأصل قبل لا تكون تركة، أنه هو عين وقال يا با أنا راح أحرم أولادي بسبب تقصيرهم وياي، ليش بعد هنا ما من حق انه يخصص هذه الاموال لابن الاكبر او لابن الاصغر؟ بلي، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما تفضلت سيدنا، نقول مثلا هذا الابن سواء كان كبيرا او صغيرا، نعم، مو شرط، يعني مو شرط، مثلا كان يداري امه، كان يداري ابوه، لكن مو معنى هذا ان يتلاعب بما فرضه الله سبحانه وتعالى للورثة. نعم، في حياته الأم أو الأب، نعم، في حياتهم يقدرون ينطون مثلا هذا البيت الفلاني إليك، هاي المزرعة الفلانية إليك مثلا،
هاي القاع، هاي الفلوس، هاي الكذا، هاي السيارة، يقدرون يمنحوها لفلان وفلان من أبنائهم ومن ورثتهم، هاي في حياتهم يقدرون يسووها. لكن أنه ما بعد وفاتهم يعني وصون أنه فلان أحرموه من الورث وفلان أنطوه هلقت وفلان أنطوه هلقت، هذا إجحاف بالورثة. هذه الإرث قانون الله سبحانه وتعالى فرضه، هذا القانون لا يمكن التلاعب به. زين. لاحظت؟ لا من قبل الورثة من بالخصوص، ولا من قبل المورث اللي هي الأم أو الأب. نعم. في حياتهم يريدون ينطون أنطوا، هذا مسموح لهم، يريدون يجازون اللي أكرمهم في حياتهم يجازوهم، لكن بعد مماتهم القانون قانون الله سبحانه وتعالى، فالتركة توزع بحسب القانون الإلهي. نعم. للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. اللي عنده حصة مقررة يأخذ الحصة مالته، اللي أكو تقسيم بحسب التقسيم يأخذ يعني بحسب القرابة، خط أول مثلا أو خط ثاني مثلا إذا ما عنده حصة مقررة. زين. زين. كل واحد يأخذ حصته وينصرف، هذا قانون الله سبحانه وتعالى. أما أنه هذا المورث هو يتحكم، انطوا فلان ولا تطون فلان، خو أنت بحياتك انطي، وأنت زين. بعدك عدل انطي، وجازي اللي مثلا سوالك الخير، جازي اللي داراك مثلا في حياتك، مو تمام سيدنا؟ نعم. أما ما بعد الممات لا. أحسن. أريد أسأل جنابك، يعني أنا أريد أفهم موضوع القبل والبعد، أنه قبل يعني شو نريد نقول، قبل الوصية بحياته بل. مو بعد الوصية، أنه هنا ربما إذا راد يجزئ أو ينطي الملك كله شخص واحد، أول مرة أسأل جنابكم هل هو ممكن؟ بلي ممكن ويقدر جداً. يشيل كل الملك وينطيه. بلي خوزين. الناس مسلطون على ما ملك. أحسنتم. أحسن. زين. إذا هنا تدري بعض العوائل تصيبهم مشاكل، خاصة الإنسان الكبير ما له خلق دوخة هذه المشاكل، بل. فإهنا بهذه الوصية شنو الفرق؟ أنا أريد أطلب من جنابكم توضحوا لي الفرق اللي هو بحياته إذا قال يابا أنه هذا الملك كله يكون لأحد أولادي أو لأحد بناتي، بل. وهنا الفرق شنو بين ما وصى وكتب بوصية حتى لا تصير في المشكلة بيناتهم بحياته ويتأثر عليه، وربما حتى الأطباء قالوا له احنا تدري اليوم كل شو كل ما قال الطبيب أهم شيء دير بالك على صحتك، دير بالك على صحتك، عصبية كذا ما أعرف شنو هذه الأمور، فربما يتخوف من هذه الأمور وعاقباتها على نفسه فيكتبها بالوصية ويخلص من الموضوع. بلي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي تفضلت به من مناقشة هالموضوع هذا أن الوصية، أول مرة نأخذ المسألة من باب الوصية نفسها. أحسنت. الإنسان ليش يوصي أساسا لما يريد يعني مشارف هو على الموت، أو لنقل أنه بعد بصحته وبحاله مو مشارف على الموت، لما يكتب الوصية لماذا يكتب الوصية وشنو فحواها؟ الوصية هي بالأساس منجزات هذا الرجل، يعني أنا أريد مثلا من أولادي أن يفعلوا مثلا الفعل الفلاني، كان مثلا يوقفون البستان الفلاني اللي أملكه مثلا لوجه الله، أو للزوار مثلا، أو مثلا لليتامى والفقراء، هذا أمر أنا في حياتي مثلا ما أقدر أسويه، أوصي أولادي أن يسووه مثلا، هاي هذا فد سبب، هذا فد سبب ممكن الإنسان شنو يوصي به. أنا أخاف مثلا على طفل عندي مثلا من أطفالي وهو يتيم مثلا من أحفادي، من أحسنت، من الأولاد مثلا، من أولاد الأولاد، وأريد أداري مثلا، زين أوصي أقول أكتب فلان مثلا دير بالكم علي مثلا أنطو مثلا من الحصة الفلانية، هذه واحدة. بعد من الأسباب اللي على أساسها يكتب وصية، أنا مثلا مطلوب فلوس لفلان، زين. مطلوب مثلا صلاة، مطلوب صوم، مطلوب مثلا حجة، مطلوب كذا، يكتبهن، أنا بحياتي ما أقدر تسويهن،
فيا أولادي مثلا من التركة ذني أنا طلعوهن أوصي بيهن تمام؟ ذني الأشياء اللي ممكن يوصي نعم. الإنسان بها. أما هي كلها طبعا سائغة وكلها نعم. جائزة، ممكن إنه الإنسان واحد يوصي بها، وأيضا عقلائية نعم. همات مو بس شرعية نعم. يعني العقلاء مو فقط عند المسلمين، حتى عند غيرهم من البشر لما يشوف نفسه أنه في هذه في حياته ما يقدر يسوي هاي الحاجة، يريد مثلا بعد ما مات تصير يوصي ابنه، يقول له مثلا افتح سوي حسينية مثلا بفلان مكان، سوي سبيل بفلان مكان من هالقبيل. زين، إذا حطيت أنا شرط غير سائغ أو غير مقدور عليه أو يؤثر على الباقين مثلا نعم. يؤثر على الورثة، حصته هو امتانيها من أبوه مثلا لازم كنت تجي، ما يصير هذا الأب يكتب أنه فلان تحرموه من هذه الحصة تمام. هذا إجحاف بي. ثانيا الأموال في الحياة عندما يكون الرجل حي يرزق الأموال تحت سلطته هو، هو بكيفه يقدر يطيها المن ما كان، يقدر يقول هذا البيت الابن الكبير هذا البيت الابن الصغير وهكذا، يقدر يوزع بأمواله براحته وبكيفه، ما حد يقول له مثلا انت ايش دا تسوي، هذا في حياته. اما بعد ما مات خلص انفصلت صارت تركة، والتركة من حق المورثين مو من حق الميت. الميت الى بهاي التركة فقط ثلث، يسموه ثلث الميت تمام. هذا ثلث الميت صلاة صوم مثلا حاج شنو مثلا أشياء فاتتة في حياته ها ينطون مثلا من هذا الثلث. أما باقي الأموال فهي من حق باقي الورثة مو من حق الميت. هذا هو شنو الأساس التي بنيت عليها مسألة الوصية. فالإنسان إذا راد يوصي لازم يكون يوصي بأمر مقدور عليه أولا نعم. مستساغ شرعا وعقلا تمام، وأن لا يحرم الآخرين من تركه. أحسنت بارك الله بك سيدنا. طبعا نكمل هذا الحديث ونأخذ هذا الاتصال ويا الأخت أم نور من واسط. السلام عليكم أم نور. السلام عليكم. يا أهلا وسهلا بكم. تفضلوا. يا أهلا وسهلا بكم. حياكم الله. الله تفضلوا أختي. عندي سؤال ويا السيد الله يحفظه. نعم تفضل. أخوي عنده قبل يعني خطيئة صوب وغسل وكليات، يعني ما يقدر يعني من يجي رمضان يقدر يصوم لو ما يقدر. اللهم يوالي الصحة والعافية وكذا. أي والله يعني يسأل. تعب كلش كلش، يعني غسلون 5 مرات 6. بل نعم واضح. شكور سيدنا ولا تنسونا من الدعاء. الله يحفظكم إن شاء الله ومن الله الاستجابة. الله يسلمكم إن شاء الله. الله يبارك فيكم. الله يسلمكم. نعم سماحة السيد، نأخذ سؤال الأخت أم نور ومن ثم نرجع إلى محور الحلقة هو حول الإيراث أو الميراث والتركة. أم نور ذكرت على أنه أخوها مريض واللهم يواليه الصحة والعافية، تقول ولكن يعني تدري بعد المريض إلى ظروفه الخاصة وراح يجي شهر رمضان، هل من الممكن يصوم لو ما ممكن؟ بالي بسم الله الرحمن الرحيم. بخصوص السؤال اللي طرحتها الأخت أم نور نعم، في أنه أخوها عنده مرض بالكلى نعم. أو بني ما أدري شنو المرض اللي موجود في الكلى بحيث لا يستطيع الصيام. هنا إحنا نقول الدكتور اللي يراجع هذا الأخ يشوف الدكتور مثلا يقول له أنه أنت باستطاعتك الصيام أم لا، فإذا شخص الدكتور حالته وقال أنه لا يستطيع الصوم في هذه الحالة لا يصوم، وعليه عندما يأتي شهر رمضان يدفع فدية فقط، أما الصيام فليس عليه صيام. نعم ما بعد رمضان إذا الله سبحانه وتعالى شافاه من هذا المرض يصوم مباشرة هذا الشهر اللي فاته، أما إذا بقي إلى رمضان الآخر وهو بعد على نفس المرض ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيه من هذا المرض بقى
فبقى فقط انه بالرمضان الاخر يدفع ايضا فديه وما يصوم وهكذا. احسنت، بارك الله بك سيدنا. وكذلك نرجع الى جنابك، ذكرت انه ثلث الميت بهذه العباره، بل هل هو هذا اخراج ثلث الميت واجب على الورثه ام لا؟ بل بسم الله الرحمن الرحيم. بما انه طبعا اكو فد ملاحظه حتى تعرف انه ترك بالبدايه المفروض شنو قبل التوزيع والتقسيم على باقي الورثه، ان التركه هذه المفروض يخرج منها اولا الديون، سواء كانت ديون على المتوفي يعني على المورث من قبل البشر، ناس تطلب فلوس، تمام، لازم يكون تطلع هذه الفلوس من اصل التركه قبل التوزيع. هذا واحد، قبل التوزيع. اي نعم، قبل التوزيع لازم يكون تطلع هذه الديون، ايش قد مديون تطلع هاي الفلوس من التركه وبعد ذلك توزع. هذه واحد، هذه اول شيء يطلع من التركه. بعد ذلك تخرج من اصل التركه ايضا الديون المتعلقه لله سبحانه وتعالى. على سبيل المثال مثلا مطلوب خمس، مطلوب زكاة مثلا، وهي متعلقات مالية عليها فلوس، تمام لولا. فهذا الشخص إذا كان مطلوب خمس، مطلوب زكاة مثلا، أيضا هذه الأموال تخرج من أصل التركة قبل التوزيع. بعد ذلك هذا الميت شنو إله الواجب؟ مثلا الواجبات اللي عليه اللي هو عنده فوائد كثيرة، مثلا عنده مثلا 6-7 سنين مثلا صلاة ما مصلي، وعنده مثلا 3-4 سنين مثلا صيام، حج ما رايح حاج، وهو مثلا الحج يعني متعلق بذمته، يعني صار عنده استطاعة وما راح في حياته، صار وين متعلق بذمته، فلازم يكون يحج لكن ما حج. فهذه الأشياء لازم يكون شنو الولد الأكبر هو يقوم بهن، هذا الوجوب والواجب على الولد الأكبر. إذا وصى قال بوصيته قال إلي ثلث، يعني ثلث التركة أريدها تصرف بمن؟ تصرف بهذا الاتجاه، تصرف مثلا بالصلاة بالصوم بالحج في أبواب البر مثلا، يعني تصرف، هذا هو مصرفها، يخرج هذا الثلث ويصرف بالأمور اللي وصى بها المتوفي. ما وصى مثلا والتركة ما عليها مثلا ديون، ما موجود عليها ديون نقول مثلا، وتخرج هذه من أصل التركة، هي التركة صافية مصفاية مثلا، ف برا بأبيهم المورثين يطلعون ثلث من هذه الأموال قبل التقسيم، وتصرف أيضا بالأبواب اللي ذكرتها قبل شوية اللي هي ما فات المورث من صلاة أو صوم أو حج أو في أبواب البر، والباقي الثلثين الآخرين هذني يتوزعن على الورثة. أحسنت. بخصوص جنابك ذكرت البر، يعني إذا هم كانوا متأكدين من أنه أبوهم أو أمهم ما مطلوبين لا صوم ولا صلاة، فهنا وهو هم كذلك ما موصي بالثلث، يعني هل واجبهم كذلك يستخرجون هذا الثلث الميت؟ لا، إذا بالأساس هم متأكدين أنه أبوهم وأمهم ما عندهم الفوائد من صلاة من صوم من حاج مثلا او عمره او غيرها من هاي الامور العباديه، ما عندهم، زين، في هذه الحاله ماكو داعي لاخراج الثلث، فالثلث هذا ممكن او مثلا قسم من المال، ها، من يقال مثلا هذا القسم من المال يصرفوه مثلا في ابواب البر، كان يكون مثلا فد مؤسسه من المؤسسات اللي تراعي الايتام، هذه أموال إلهم من ثلث أبوهم مثلا، من ثلث فلان، أو مثلا يشترون به مثلا قطعة أرض ويبنون عليه حسينية، أو يبنون عليه مثلا مأوى للأيتام أو مأوى للعجزة مثلا،
يفيدون بها الناس، هي هاي أبواب البر. أحسن. أو مثلا فد مكان يوكلون به مثلا الناس اللي ما عندهم الجوعة مثلا، فد محل معين حتى يستفاد من عنده مثلا فد شريحة معينة من الناس اللي ما عندها. هي أموال الثلث هذه تذهب إلى هذه، إلى هاي أبواب البر، وهي عديدة أبواب البر. أنا اللي إحنا اللي ذكرتها الآن هي مجرد يعني مصادق بسيطة اللي إحنا نعرفهن مثلا، والمشاهد يعرفهن الشائعة، وإلا هي أبواب البر كلش كثيرة، وممكن أنه تفتح أبواب بر جديدة أيضا. مثلا على سبيل المثال، واحد عايش في منطقة، وأنا يعني في حياة العادية أنا شايف هذه المسائل بعيني. واحد مثلا عايش في منطقة ما بيها تبليط، مخوميتان الحكومة لما نتبلط له، هاي بعد 20 سنة لو يبلطوا له هذا المكان لما يبلطوا له هي، فهو مثلا من أموال الثلث مال أبوه بلط هذا المكان وسوى صدقة عن مثلا ذمة والده المتوفي، وخلى الوادم تستفاد من هذا التبليط، تروح وتجي مثلا إلى بيوتها ورحمة تنزل على أبوه من وراء هذا المسألة. هذا يعني يقدر واحد أنه يخلق يجعل أبواب بر جديدة، مو يعني شرط أن تكون محصورة بالمعروفة من أبواب البر. أبواب البر يقدر واحد يفتحها أكثر. مثلا على سبيل المثال هذه المؤسسات اللي تراعي الآن الشباب وتزوج الشباب، مثل مثلا مصباح مؤسسة مصباح الحسين للإغاثة والتنمية. أحسنت، بارك الله بيك. مؤسسة مصباح الحسين. نعم. اللي تزوج الشباب، هذه إذا مثلا شخص راد الثلث مال أبوه وأمه اللي هم ما مطلوبين، أن يكون يصرف مثلا في هذه الأبواب. هذه أيضا من أبواب البر. تمام. وغيرها وغيرها، إذا ردنا نعدد أبواب البر ما يمكن أن يعني يسعه وقت لا هذا البرنامج ولا غير هذا البرنامج من وقت، حتى فقط بس نعدد أبواب البر، وإلا أبواب البر كلش كثيرة. أحسنتم، بارك الله بيك سيد ظافر. سيدنا اسمح لي أذهب فاصل، ومن ثم نواصل الحديث مع سماحتكم. مشاهدين الكرام، فاصل وراجعين، أبقوا يعني. لله شرع الحق والإيمان، فتفقهوا في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإيمان ومحكم القرآن. Oh.
نعم مشاهدينا الكرام حياكم الله مجددا واهلا وسهلا بكم، وكذلك نرحب بسماحة السيد، حياكم الله سيد ظافر واهلا وسهلا بكم. حياكم الله مولانا. سيدنا نبقى في موضوع التركة والميراث، وهناك كفت قصة فتسالفة معروفة وهواي الناس اصلا تشكل بيها ويقولون هذه مو من العدالة ولا من المروءة ولا من الرحمة، انه اذا الابن اتوفى قبل ابوه اولاده بيحصلون شيء من الورث. زين، وهذا الشائع اليوم شنو تعليقكم وشنو جوابكم سيدنا؟ بلي بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا اذا نظرنا الى المسائل الإسلامية، يعني الفقه، الفقه بالأساس هو حلال مشاكل. زين، يعني أساسا الفقه بتعريفه يعني الفهم. إذا أنت فهمت الشريعة وفهمت روح الشريعة يقال عنك فقيه. نعم، تمام، واضح. وأيضا أكفت مقولة كلش لطيفة سيدنا، أنه حتى متواردة موجودة عندنا في بين رجال الدين وبين رجال العلم، ما ضاع على فقيه مسلك. بلي، مثل هكذا أمور الشرع يحكم عند حكم في المسألة، من أنه إذا مات الولد في حياة أبيه الأولاد أولاد ذلك الولد لا يرثون من الجد، هذا كقانون. لاحظت؟ قانون الله سبحانه وتعالى. احنا ما نقدر نوصف هذا القانون نقول عنه عادل او غير عادل. هذه مثل مسألة المرأة، مسألة المرأة وميراث المرأة ليش تاخذ نص؟ تمام؟ الغرب كل الان يباوع الى هذه المسألة بعين واحدة، اعور، يباوع بعين واحدة. ليش الرجال ياخذ اكثر من المرأة بنص؟ وليش المرأة دون الرجال بنص؟ ما ينظرون إلى، ما يتأملون بالمسألة تأمل كامل. تمام؟ احنا لو نتأمل شوية بغرض الشريعة من هذه المسألة نعرف عدالة الله سبحانه وتعالى. لما الله سبحانه وتعالى يمنح المرأة هذه التركة، هذه الحصة، لأنه ما حملها شيء، ما حملها مصاريف. أما الرجل عليه مصاريف، يعني هو صحيح حطى حصة كاملة، لكن بنفس الوقت ايش حمله؟ قال له عليك كذا وعليك كذا وعليك كذا، مجموعة مصاريف على الرجل. أما المرأة تأخذ حصتها صافية مصفاية، ما عليها أي مصاريف. فمن العدالة أن المرأة تأخذ نص والرجل شنو يأخذ؟ حصة كاملة. اتفقنا على هذا؟ واضح. كذلك في مسألة الولد اللي يموت أو الرجل الذي يموت قبل أبيه، أولاد ذلك الرجل يرثون؟ لا، حسب القانون الإسلامي لا يرثون. لماذا؟ لأنه المفروض أنهم يرثون أباهم، وأبوهم مات قبل جدهم، جدهم موجود في الحياة. خو إحنا إذا كان الإنسان بالحياة هذا أولاده ما يرثوا هو بعد عدل، بعد حي، غير يموت حتى يرثوا. صحيح، تمام. في هذه الحالة إذا توفى هذا الجد وترك تركة ما، فهي من حق الورثة. من هم الأحياء من الورثة؟ زين، والأموات، مو صحيح لو لا؟ لكن مع ذلك كثير الآن من الرسائل العملية مجتهدين العظام المعاصرين، ومنهم المرجع الكبير سماحة السيد الصادق الحسين الشرازي دام ظله، أنه يستحب إعطاء أولاد ذلك الرجل الذي مات بحياة أبيه، يعطى من تلك التركة، لكن حصة لا، ليس بحصة، وإنما من باب الاستحباب أن يخرج من أموال هذا الجد وتعطى طبعا بموافقة الورثة، مو من دون موافقتهم، لأن هذا المال حقهم هم، مو حق إنسان آخر، مو حق ناس آخرين. لاحظت المسألة؟ واضح. فإذا لما ننظر إلى هاي المسألة المفروض ما ننظر بعين واحدة،
لا المفروض ننظر شنو بعينين اثنين ونتأمل بعدالة الله سبحانه وتعالى. ليش وضع هذا القانون إذا أكو باب عدالة من وراه؟ لاحظت؟ مو هكذا اعتباطا. الله سبحانه وتعالى ما يخلي القوانين اعتباطا. خلق البشر وضع لهم القوانين لأنه هو صنعهم، هو خالقهم، تمام لو لا؟ فلما يخلي قانون مثل من قانون المواريث والهذه خلاها طبقا لما صنعهم بيده. أحسنت. لما جعلهم بيده اللي هم الناس البشر. فأي إنسان الآن لما يجي ويقول قانون الله سبحانه وتعالى هذا مثلا غير عادل أو مثلا يتكلم بأي كلام آخر، هذا ما تأمل بالموضوع جيدا. زين. ما نظر إلى حيثيات الموضوع من كل جوانب. ماشي. وهو إذا ما تأمل وما نظر ب يعني بنظرة صحيحة أو مثل ما عبرت أنه افتك عين نظرة الأعور، هذا مو سببه هو. بلي ممكن قلة علم مثلا. مو بس قلة علم، اليوم اللي دا يطرح هذه المشكلة سيدنا ما يطرح حيثياتها. يا ببويا هذا القانون رب العالمين هالشكل وخلاص، احنا بعد ما نجاوب يا بوضح للعالم، خلي الناس تستفاد، بين لها للعالم حتى المقابل لا ياخذك على محمل بنظرة واحدة وربما يسقطك يقول لك هذا هو دينكم انتم. بلي فالمشكلة مو مشكلة مثل ما تفضلتوا، مو موضوع انه هو القانون السماوي اذا استغفر الله ان كان به مشكلة او لا، المشكلة بالناس اللي قاعد تطرح هذا الموضوع وما قاعد يوصلون هذه الصورة الصحيحة لسائر الناس. واحنا طبعا سيدنا نشكرك على هذا التوضيح. عندنا سؤال من احدى الاخوات تقول اني متزوجة ابن عمي، وعمي اخو ابويا مريض جدا، وإني أقوم بواجبه أغسله وأقضي حاجته وكذلك أغير ملابسه الداخلية، هل يجوز هذا العمل وهل فيه إشكال؟ للعلم أنه عنده أولاد بس طالعين من البيت، بس أنا وزوجي وزوجي مشغول في العمل، ما حكم ما أقوم به؟ هل هو محرم أو فيه إشكال أو في ميزان حسناتي؟ نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناته. زين. الله سبحانه وتعالى منان، حنان منان. إذا الإنسان ممكن أنه يتصرف مثل هيك تصرفات، لا يقول مثلا أنه الله سبحانه وتعالى ما راح يجازي، لا بالعكس، الله سبحانه وتعالى يجازي الإنسان بمثل هكذا أمور. زين. مسألة هذه المرأة، هذه السائلة التي سألت هذا السؤال في أنه هل تستطيع أن تراعي مثلا عمها أبو زوجها. عمها أبو زوجها طبعا من محارمها، هسه سواء كان عمها اللح مثلا أخو أبوها كما في مفروض السؤال اللي تفضلت به، أو كان مثلا عمها أبو زوجها لكن مو لح، يعني صارت من المحارم بالسبب، يعني من الزوجة هذا الشخص أبوه صار من محارمها بعد، تمام؟ فهذا اللي يساوي هو جائز، اللي يسوي لهذا الرجل المقعد الداري، تغسله، تنظفه، تدخله مثلا أجلكم الله بالمرافق وغيرها، هذا كله جائز إذا مثلا ماكو مماثل من الذكور، يعني مثلا ماكو ذكر ممكن انه يقوم بهذا العمل، هي تستطيع ان تقوم بهذا العمل. هذه واحد. اثنين، انه المرأة هذه لازم يكون متلمس مباشرة سواء جسمه او عورته، الا اذا مثلا تقدر مثلا تلبس جفوف. اذا لبست جفوف ممكن مثلا الحالة هذه المعروفة انه الشطفة مثلا، تقدر تمد ايدها مثلا وهي شنو لابسه جفوف وتتحاشى النظر الى العوره، لان النظر الى العوره حرام، فتتحاشى النظر الى العوره وتلبس كفوف حتى شنو تتحاشى اللمس. وكذلك نؤكد على ان عملها هذا يقينا هي الله سبحانه وتعالى يجازيها
بالخير العميم إن شاء الله، يجازيها بأكبر مجازات يوم القيامة، سواء كان يوم القيامة أو كان في البرزخ أو كان في القبر أو حتى في الحياة الدنيا. الله سبحانه وتعالى يعطي إن شاء الله يعطي هذه المرأة ويجازيها أكبر مجازات أحسن. بعملها هذا على أحسن. الأقل بارك الله بك. طبعا سيدنا وصل لنا سؤال جدا لطيف من دولة الكويت. الأخت تسأل جنابكم تقول أن والدي متوفي وله راتب تقاعدي، وهذا الراتب خصيصا يذهب إلى والدتها. طبعا هذا الموضوع سيدنا موضوع الراتب التقاعدي اللي حصرا يكون لزوجة المتوفي بل. هذا حتى بالعراق موجود عندنا. زين، ما حكم هذا الراتب التقاعدي؟ هل من الممكن نقدر نعتبره أنه هذا من حق الورثة؟ بالي بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الراتب التقاعدي هو على نحوين، على قسمين. نعم. يعني إذا ردنا نفكك شوية في معناه نلقاه هو على معنيين مو معنى واحد. الأول، الأول أن هذا شلون كان بالوظيفة الرجل، فيقتطعون من راتبه إلى حين يوصل إلى سن التقاعد، بعد ذلك يردون هاي الأموال إليه، فهي مثل صندوق التوفير. هذا المعنى الأول للراتب التقاعدي. زين، وهو معمول به في بعض الدول. وهذا هو الشيء والمعمول به في بعض الدول. المعنى الثاني أنه مكافأة، أنه صحيح يأخذون من عنده تمام، لكن هذا اللي يأخذه هو شيء بسيط، لكن لما يخرج من العمل أو مثلا يتوفاه الله الدولة تكافئه بهذا بهذه الأموال. نعم. ويسموها تقاعد، يطوها عنوان أنه شنو تقاعد. هذا المعنى وهذا المعنى. طبعا لكل معنى حكم. إذا كان الأول أنه هي الدولة تأخذ من راتبه فلوس وتضم إياه، زين، هسه سواء ترد لها هي نفس الفلوس او الذب فوقها مثلا وتطيها، هذا بعد بحث اخر، لكن هي المهم شنو تاخذ من الاموال وتضمها، ثم بعد ذلك لما يطلع تقاعد تطيها، تسويها مثلا على اشهر او بعد الوفاه تطيها. هذه هي امواله، امواله الخاصه، فلذلك هذه شنو الورثه لهم حصص في هذه الاموال في هذا التقاعد. ما يقدر واحد بس إنسان واحد يختص به، بس سواء زوجة، زوجة إلى حصة أو أولاد مثلا أو واحد من الأولاد. لا بس اسمح لي، هذا المعنى الثاني. المعنى الثاني لا، إذا كان مكافأة من الدولة، هي الدولة مثلا قالت إنه هذا الموظف اللي عندي صار 30 سنة أو أقل أو أكثر، أنا أريد أكافئ، أريد أنطي راتب لغاية ما يتوفاه الله، أو مثلا ما بعد وفاته لمدة معينة مثلا 20 سنة، أو عدنا احنا بالقانون العراقي آخر ابن إلى يكون يوصل إلى سن معينة 18 سنة، ينقطع بعد ذلك الراتب بعد ماكو إلى. أي ولكن تقاعدي. ولكن أحسنت، ولكن هذا يتحول للأم بالعراق، أو يتحول مثلا للأم، يتحول للأم. للأم هذه مكافأة، هذه ما لها علاقة، يعني مو من أموال المتوفي. زين. أموال أخرى مو للمتوفي، أموال استحصلت بعد الوفاة، فهي مو من الأموال التي تركها. لاحظت؟ لأن احنا نسمي الورث شنو تركة، يعني أموال تركة تركها المتوفي. زين. هذه الأموال ما تركها المتوفي. زين. إذا كان هو متقاعد هو وافى الأجل، هو المقصود أنه إنسان متقاعد من الوظيفة. زين. وأن الأموال التي تعطى له مو من أمواله، وإنما الدولة ذات كافأة. إذا الدولة كافأة فيختص، يستطيع أي شخص. زين. يختص بها. زين. بحسب الاستحقاق طبعا. زين. أما إذا المعنى الأول أنه الدولة كانت تأخذ من أمواله. نعم. والضم هي، نعم، في هذه الحالة هاي الورثة كلهم كون يستفادون من هذا. ماشي. لهنا الموضوع واضح، ولكن أنا أبقى بالموضوع الأول لأن هو الشائع، اللي هي الدولة تأخذ من عنده شهريا من راتبه، تستقطع هذا الاستقطاع، وبعدين من يطلع تقاعدي ينطو هذا الراتب التقاعدي. بلي أحسنت. هنا الدولة بالقانون العراقي، راح نتحدث عن القانون العراقي، يقولون إذا الابن أي واحد من الأولاد صار عمره 18 سنة بعد ما يحق له هذا الراتب، ويخصصوه بس تحديدا للأم. زين، هنا يعوفوه، هي الدولة حاليا دا تحدد للأم. زين،
الأم إذا قالت أنا ما أريد أخذه هذا الراتب راح يروح. بالي. زين. هنا في هذه الحالة شلون؟ بس إذا تسمح لي خلي أخذ الأخ رياض من محافظة ميسان. السلام عليكم أخ رياض. السلام عليكم. يا أهلا وسهلا بك. ورحمة الله. تفضلوا أخ رياض. أنا عندي اسمه قبل أبوها. عفوا؟ نعم تفضلوا. متوفية قبل أبوها. نعم. بهاي الحالة أنا أعرف لو ما أعرف. هي أمه؟ بلي. متوفية قبل أبوها. بلي. يعني المتوفية أمه؟ بلي 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 بلي. زين. عندك سؤال آخر؟ لا. طبعا أخ رياض الصوت شوي يقطع ولكن سماحة السيد راح إن شاء الله سماحة السيد راح يجاوب على سؤالكم يا حبيبي يا عمر. شكرا لاتصالك. مثل ما سمعته أخ رياض أو قبل لا نأخذ سؤال أخ رياض أو خلي نشوف المخرج أستاذ أحمد. الوقت إيش قد عندنا؟ 10 دقائق. زين بعد عندي وقت للحوار. نرجع على المحور اللي قلت لك بخصوص سماحة السيد انه الراتب التقاعدي بعدين الدولة هي راح تحدد تصرفه للأم. هنا هل من الممكن الأولاد راح يطالبون به بعد الدولة قالت منعتهم من هذا الراتب؟ بلي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا إذا الأم مثلا أو الأولاد متشرعين يعني يعملون بالمسائل الشرعية هاي الأموال اللي تجي حتى وإن خصصت للأم يأخذون هذه الأموال أو هي الأم تأخذها ويقسموها حسب الحصص. هي تأخذ حصتها الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ويأخذوها لأن إحنا قانون الدولة ما ملزمين به، إحنا ملزمين بقانون الله سبحانه وتعالى. تمام لولا. وهذه أموال استقطعت من راتبه أساسا ها وادخرت له مثلا إلى ما بعد الوظيفة بعد خروجه من الوظيفة. في هذه الحالة هي أموال تركها. نعم. يعني أموال تركها هذا الشخص وتوفى، لاحظت المسألة، فتعود تاركة. أما إذا كانت مكافآت فالمكافآت هذه وحد، هذه مو أموال تركها، هذه أموال إجتي وهو متوفي وهو ميت، فهذه ممكن أن يختص بها واحد مثلا من الورثة. أحسن. عندنا رياض يسأل جنابك يقول يذكر على أن والدته الله يرحمها توفت قبل أبوها، يقول أنا اللي ورث من جده، يعني يقول أنه هل من الممكن أخذ ورث من جدي أم لا؟ بالي بالي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الأخ رياض إذا سمع المقدمة اللي ذكرناها قبل قليل في المسألة اللي طرحناها تشابه هذه المسألة. إذا والدته توفت قبل أبوها قبل أبيها في هذه الحالة لا ترث منه، لا ترث من أبيها شيئا، والورثة هم في هذه الحالة أخواله سواء كان أخوال يعني ذكور أو إناث، ذولا هم اللي يرثون هذا الشخص. أما أم هذا المتصل فهي لا ترث في هذه الحالة لأنها توفيت قبل أبيها. أحسنت. كذلك عندنا سؤال آخر بخصوص السائل أو المستجدي هذا اللي يجي باب البيت. بقى. هنا بالآونة الأخيرة أنه بالإعلام ظهر سماحة السيد أنه دول البعض منهم ما مستحقين ودجالين وكذابين. الأخت السائلة تسأل تقول الأخت اللي سأل السؤال تسأل تقول هل من الممكن هذا الشخص من يجي أنا انكسر قلبه عليه أشيل أنطي أموال وأنطي بدون علم الزوج والزوج ما يرضى بهذا الأمر، بس هي من باب يعني العطف على هذا الإنسان اللي واقفه بباب البيت وقاعد يستجدي فأنه ينطون هذا الأموال لهذا الفقير بدون علم الزوج. ولكن إذا سمحت لي نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. الأخ أبو كاظم من بغداد، حياك الله أبو كاظم وأهلا وسهلا بك. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أبو كاظم. دكتور اللي بنية رابعة النم الولد هاي شلون حلها؟
شلون؟ هو من تزوجها. ممكن أن يعيد السؤال؟ ما يقول البنية الرضعة من أم الولد. بل رضعات إيش قد هذه رضعة؟ خل نسأل هنا هذا السؤال للأخ المتصل، أنه كم رضعت هذه؟ يعني يوم وليلة متصلة، رضعة مشبعة 15 مرة، لو لا أقل 10 مرات، 10 مرات أو أكثر أو أقل، يعني ما متأكدين. أي ما متأكدين والله، بس نحوي حالها شنو. زين سؤال بعد ثاني، أنه لما كانت ترضع بين رضعة ورضعة كانت تأكل؟ لا ما تأكل. يعني بعدها صغيرة، يعني عمرها شقد؟ عمرها شقد من كانت ترضع؟ أقل السنة. أقل السنة. بل واسه هو خطبها وزوجها وفرعتها خلفها. لازم كون تتأكدون عمي، المفروض بيكم تتأكدون من الأم أنه لما أرضعتها كم رضعة أرضعت؟ زين، وهل كانت لما ترضع كانت مثلا هي تأخذ تلقم الثدي لو هي تخليها على ثديها؟ زين كانت هي توخرها لو هي تروح وحدي من عدها مثلا؟ لا هي توخرها. ها زين، ممكن كانوا يوكلوها اقل من سنه كانوا يوكلوها؟ هو بالعرب كانوا وما يستعملون شنو هي هاي، حتى لما شويه ما سالنا عليهم يقولون استفسروا. بلي في هذه الحاله لازم كنت تستفسرون من الام، انه الام هذه تسالوها تقولوا لها انه توفت. كان بين رضعه ورضعه تاكل هاي البنت لو ما تاكل؟ زين يعني مرقه خبزه مثلا شيء من القبيل هذا؟ الام توفت. ها بلى بلى ان شاء الله. جواب السات سمعوا من عندنا، جزاكم الله خير. شكرا لاتصالك ابو كاظم، حياك الله. يعني هذه من المشاكل طبعا الاجتماعيه العويصه، انه نبتدي احنا مثلا بمثل هكذا امور. هاي الامور لازم يكون لها فد، يعني المفروض تتثقف بها الناس، مو اي واحد ممكن يجيب ويرضع زين وما يعرفون أحكام الرضاعة شنو، لأن هذا الرضاع يحرم، يعني يجعل هذا الولد أخو هذا البنت، شلون بعد ذلك يخطبها ويتزوجها؟ زين هسه الأم، هسه الأم توفت زين، وبعد من يسألون يابا أنه هي البنية كانت تروح على صدر بيبيتها بالرضاعة؟ المشكلة بها أحكام هواية سيدنا، هاي بها أحكام هواية. يعني مثلاً مو معقولة انه في مجتمع، نعم. في المجتمع اللي هم قاعدين به، نعم. ماكو مثلا يعني قابل هم قاعدين بالشول يا سيدنا، لابد وان اكو مثلا اختها خالتها عمتها المنان نسوان، اذا هاي الام توفت فعلى الاقل الباقيات مثلا من النسوان يسألوهن انه هذه البنية لما رضعت كم رضعة، كانت تاكل اثناء الرضعات ام لا مثلا، من القبيل حتى واحد يقدر يحكم ويقول مثلا انه فعلا نشرت الحرمه بينها وبين ابو المرتضع لو لا، وهكذا. بس ما نقدر نحكم هيك بالحاله هذه، على الاصل انها مو اخته. في هذه الحاله نقول الرضاع مو كامل، ليش؟ لانه اركان الرضاع مو كامله وما مبينه. احسن. فمو اخته، يعني ما منتشره الحرمه ما بين هذه المرتضعه وما بين رضيعها. بل احسنت. كذلك عندنا ام حسين من الديوانيه. السلام عليكم ام حسين. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا بكم، حياكم الله. تفضل. هلا بك يا ام، هلا بك. عندي سؤال ويا السيد الله يخليك. بل تفضل. انا نادره يوم نادره ولدي من يطلعون من السجن، نعم، اثنيناتهم اخذ ذبيحه واذبحها بالامام علي واخذهم وياي، وقلت والله يعني قلت نعم. والله فهسه الولد ما اقدر يعني اخذهم، ما اقدر، واحد مسافر واحد ما موجود، فمدى يعني مدى يتراهمون. فيريد اريد يعني شو اسوي انا، هاي الذبيحه اخذها انطيها نار الفقراء، ولدي شلون ما جاي يعرف. أحسنت. سؤال هذا نعم تفضلوا. هذا السؤال. والسؤال الثاني، نعم، إذا أقرأ الفاتحة يعني إلا بالاسم لو أقول موتانا جميعا، استاذ المعين العلماء جميعا،
سؤال أي. واضح. اي شكرا يوم شكرا الله, الله يسلمكم وشكرا لاتصالكم. سيدنا خلي بإيجاز حتى الوقت لا يداهمنا نرجع إلى سؤال اللي وصل للبرنامج بخصوص المستجدي والسائل أو السائل اللي يوصل ويجري الباب ويدق الباب, وهذه الأخت السائلة تقول أنا أنطي بدون علم زوجي لأمر حالة إنسانية, وأنا بينت لك وكذلك السادة المشاهدين عرفوا أنه اكتشفت بعض حقائق ذول الناس انهم ناس مخادعين البعض منهم, والبعض منهم لا بالفعل ناس فقرة ما عندهم ديذب مي وجهه حتى ياكل فت خبزه. ذلك صحيح كلامك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا خلي ننطي الحكم المسألة بالبداية, بدون علم زوجها ما يصير تطي, ما يصير تاخذ من مثلا من جيب زوجها وتطي للآخرين للناس الآخرين, هذا حكم المسألة من البداية. فهذا عمل غير جائز. نعم لو قال لها زوجها تقدرين تاخذين وانتي مثلا يعني تصرفك مباح, نعم تصرفي مثلا باموالي كيفما شئتي, نعم شلون ما كان في هذه الحاله إيه؟ تقدر في هذه الحاله تاخذ فلوس وتعطي لهؤلاء مثلا الفقراء والمساكين. اما اذا الزوج ما يعني ما قايل لها ما آذن لها, نعم. ما مطيها الإذن, في هذه الحالة لا يجوز لها أن تأخذ وتعطي للفقراء. هذا حكم المسألة. نعم. حكم الثاني حتى وإن مثلا طبعا ذولا هم بارعين جدا في التمثيل, يعني لما نتشوف فد واحد من عندهم حالة ومقالة مو بس ينكسر قلبك عليه مولانا, ودك تقعد وتقابله وتلطم زين من تشوف حالته ومن تشوف مقالته وكذا. هسه اخو انت ما تقدر تقول والله هذا كذب علي, إيه يعني الاصل احنا عندنا إيه بالمسلم انه شنو انه مصدق باقواله مثلا, مو بس مصدق بس لو في زماننا هذا سيء. لو صدق السائل لهلك المسؤول. هذه انفد مبحث خاص, انفد سالفه لا مو بس هم تخوف الناس, يعني تقول لك انا على موت هذا وبعدين اخليه برقبتي خلي انطيها القاسم الله واخلص من هالموضوع. اي مو قد يكون هذا اللي تطي انت يعني زي. قد يكون هذا معونه على الاثم يا سيد, هذه يحتاج لها فد حلقة خاصة نتكلم بها إن شاء الله الحلقة الجاية أخصصها بهذا الموضوع, ونسميها أيضا تمثيل المتسولين لأن ترى مو أكثرهم, لأنه هذا اللي يشوفه يقعد في الشوارع أو يقعد مثلا يمد ترافيك لايت أو كذا, هذا مو دائما هو إنسان متعفف مثلا ومحتاج 100%. لا المحتاج يعني هذا المحتاج هذا عينه بعين الله سبحانه وتعالى, تمام. أما هذا المتسول اللي على الطريق غير هكذا يمكن هذا أغنى مني ومن عندك, وهذه اللي كشف الإعلام أحسنت اللي كشف مو بس الإعلام مولانا, ناس كثيرين مسألة غالبة هذه إحنا طبعا خوم مو بمقالتنا, هذا مو نمنع أنه ماكو واحد محتاج فعلا ما نمنع من ذلك, لكن الغالب السمة الغالبة عليهم ناس الآن كما نقل لبعض الأصدقاء أنهم عصابات وإلهم من يسيرهم. صحيح. ومن يوقفهم في هالمكانات ويتسولون, وهذا الربع والربع والربع ويا ربع دينار ترى هذا صحيح أنا مثلا عندي ما إلى قيمة, أو ممكن أنطي مثلا للولد الصغير وأقول هذا ما إلى قيمة شي يسوي هذا, تمام. صح. لكن هذا لما تشوف مثلا في 12 ساعة يوقف ربع على ربع على كل 5 دقائق ربع دينار, شوف المبلغ اللي ينجمع شقد, تمام. صح. مما يخلي الفدواء يخلي الواحد مثلا يشك في مثل هكذا أمور, مو لا ليش يشك, لا بل اتضح أنه مسائل يعني منظمة وتقف وراءها عصابات منظمة ويراعوهم. أسا أي واحد أنا نقلي أحد الأخوة من الشرطة يقول إحنا حاجينا مجموعة من المتسولين, يقول إجوا شباب وإجوا رجال توقفوا ورادوا حتى يبسطون هذا الشرطي, فإذا شنو ذولا, إذا هذا المتسول هذا ما مو عنده حاجة وطلع أحسن ووقف هنا في الترافيك لايت, لا إذا أكو فد مغزى من وراء هذا عمل
أحسنتم، بارك الله بيك. وأنا مثل ما قلت لك سيدنا، هذا يحتاج إلى حلقة خاصة لازم نكون نستعرضها. إن شاء الله بالحلقة القادمة أكون في خدمة السادة المشاهدين وناخذ هذا الموضوع بتفاصيله. عندنا سؤال أم حسين بخصوص النذر اللي ناذرة أنه أولادها طلعون من السجن، والحمد لله طلعوا بالسلامة بلد. ولكن حاليا ما قاعد ينجمعون اللي يروحون لحضرة أمير المؤمنين هناك يوفون بالنذر. زين، يعني هي هذا خلتها ويا النذر؟ احنا هم يعني ما سألنا هذا السؤال. نعم. بس خلينا نقول مثلا أنه نذرها يعني منعقد وصحيح، وحلفت بالله سبحانه وتعالى أنه إذا طلعوا أذبح ذبيحة. أسا مكان الذبيحة مو شرط، هي المهم أنه أنت ذبحين هاي الذبيحة ويستفاد من عدها إن شاء الله الفقراء، وذبحيها بأي مكان حتى لو بيتها، وتعرف فقراء مثلا من اللي داير ما دايرها، الجيران الأقرباء غيرها كذا، تقدر توزع مثلا على كيلو كيلو على كيلو وين كيلو وين وتطيها للفقراء. أحسنت. كذلك قراءة سورة الفاتحة للسؤال للأخت أم حسين، تقول هل من الممكن نحدد الاسم لو نسوي يعني قراءة سورة الفاتحة بإطار عام مثلا لموالي أمير المؤمنين، لشيعة أمير المؤمنين؟ أحسنت سيدنا. طبعا قراءة الفاتحة كل ما كان عام نعم لجميع الناس تمام كل ما كان أفضل، يعني لا يخصص بشخص واحد فاتحة الفلان وفاتحة الفلتان من هالقبيل هذا، لا، خلي يكون هذا الشخص في ضمن مثلا على سبيل المثال شيعة أمير المؤمنين تمام؟ نعم. يعني في المسألة عامة خلي تعم بها حتى تكون الفائدة. طبعا والله سبحانه وتعالى ما يوزع حصص صغار، فإذا الله كريم. الله كريم، فإذا راد ينطي جائزة لهذه الفاتحة فينطيها حصص كاملة مكملة للشخص اللي انت تنوينه انه هاي الى الفاتحة، ولكل من شملتها الفاتحة مثلا بعنوان شيعة امير المؤمنين مثلا من القبيل. أحسنت. هذا بارك الله بيك. سيدنا سؤال اخر، وهو يعني انا اطلب من الاخ المخرج بس دقيقة لا اكثر حتى يعني اطرح هذا السؤال ومن ثم اختم. السؤال هو المرأة، احدى الاخوات تسال تقول امراه هاجرها زوجها اكثر من 25 سنه وهسه هو توفى، هل يصير عليها عده او لا؟ باقي بسم الله الرحمن الرحيم. ما دامت باقيه في حباله يعني ما مطلقها، نعم، اسمها زوجته عفوا هي زوجة هذا الشخص، نعم، المتوفي في هذه الحاله وسمعت انه متوفي لازم يكون تعتد. احسنتم، شكرا لكم سيد ظافر الفياض الأستاذ في حوزة كربلاء المقدسة، اللهم يحفظك سيدنا ويبارك بك. الله يخليك. الله يسلمك. مشاهدينا الكرام، وكذلك شكر موصول لكم أيضا، وشكر للداعمين والمساهمين والواقفين مع قناة الإمام الحسين والمجموعة الإمام الحسين الإعلامية. وكذلك مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة، وإن شاء الله نكون في خدمتكم بالحلقة الجاية. وآخر دعوانا اللهم عجل لوليك الفرج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء. الدين دين محمد وهداه فيه حكم الإمام ومحكم القرآن.